متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية التي باتت تشير لوجود كميات من السحب والغيوم الركامية الرعدية في مرتفعات جنوب غرب المملكة. تشكلت مع ساعات المساء ومع بعض السحب أيضا الركامية الرعدية تشكلت في بعض المرتفعات الجبلية الغربية من المملكة، تلك التي ما بين مثلا المدينة المنورة ومكة المكرمة، مع هطول زخات رعدية محلية من الأمطار في تلك المناطق. خرائط التوقعات والنماذج العددية ما زالت تشير إلى وجود فرص للأمطار في معظم هذه المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية مع ساعات مساء يوم السبت، قد يكون بعض منها أيضا غزير في هذه المناطق. نهار يوم غد الأحد يتوقع تكرار ذلك الأمر فوق تلك المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية، خاصة في ساعات ما بعد الظهر بمشيئة الله تعالى. بعض من هذه الزخات الرعدية يكون أحيانا غزير بما فيه الكفاية لتشكل السيول أو جريان الأودية. لكن بالعودة إلى العاصمة الرياض، والأجواء متوقعة خلال 3 أيام القادمة تستقر درجات حرارة 39 درجة مئوية في ساعات النهار، مع أجواء تكون حارة في ساعات النهار، وليلا حوالي 28 درجة مئوية بمشيئة الله تعالى. بالنسبة للأحوال الجوية هذه الليلة في العاصمة الرياض، فالأجواء تكون إجمالا صافية مع درجة حرارة 28 درجة مئوية بمشيئة الله تعالى. توقعات الأحوال الجوية متوقعة يوم الأحد ودرجات الحرارة العظمى والصغرى ليلة الأحد على الاثنين. نبدأها من المناطق الشمالية، في سكاكا 36 إلى 26، عرعر 37 إلى 24، وفي تبوك من 35 إلى 23 درجة مئوية. مكة المكرمة غدا 40، الصورة 30، في جدة 33 إلى 30، وفي مدينة منورة من 42 إلى 29، في الطائف من 32 إلى 24، مع فرص لبعض الزخات الرعدية من الأمطار. في جنوب غرب المملكة تكون في كل من أبها والباحة وجزان فرص لأمطار رعدية في هذه المناطق، قد يكون بعض منها غزير، 29 إلى 19 في أبها، 27 إلى 21 في الباحة، و37 إلى 30 درجة مئوية في جزان. انتقادا للمنطقة الشرقية تكون في الإحساء 43 إلى 28، في الدمام 40 إلى 30، وفي حفر الباطن من 39 إلى 27 درجة مئوية. ختام هذه الجولة في المناطق الوسطى، في الرياض 39 إلى 28، في بريدة من 39 إلى 24، وفي حائل من 39 إلى 23 درجة مئوية. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء.